رياضة الايرسوفت هي رياضة شبيهة في البينت بول ولكن نستخدم فيها اسلحة اكثر واقعية. طبعا المغذوف بلاستيكي 6 ملي. تمتاز الايرسوفت في تجهيز نفس التجهيزات العسكرية ولكن هذه خاصة في الايرسوفت، يعني الخوذة ما تصير ضد الرصاص او ثقيلة يعني يغلب عليها الشكل. بس الشكل والثقل والوزن. احنا ما نعرف متى بدأت عندنا في الوطن العربي. من 7 سنوات بدأت في الوطن العربي، بالكويت هني، في لبنان، في دولة الامارات العربية المتحدة. حقيقة نشجع الرياضة هذه. الروح الرياضية اول شيء عالية. مصداقية مهمة جدا، بينه والنفسه صادق انه يرفع ايده ويطلع برا اللعب. هذه تعلمك الصدق، تعلمك الامانة خاصة الصغار. نعم في افريقيا، في الكويت وفي خارج الكويت. لعبة تحاكي الواقعية نفس كول اوف ديوتي، بل ان انت اللي موجود في اللعب. الرماية اساسها شلون تمسك السلاح، شلون توقف، وبعدين ترمي الاهداف الورقي. بس الهدف الورقي ما راح يرمي عليك. شيء يتطلب شجاعة، الشيء يتطلب شجاعة. هي لعبة شجاعة، مو بس لعبة ان تعرف السلاح. هدف اللي قدامك متحرك ويفكر بتكتيك، تحدي يكون بتاكتيك. احنا فريق اتاك عندنا ايضا سيناريو جديد، الهدف انك ترمي اهداف وتسقطها في اخر ميدان الخصم.